فيكم في المحاضرة الثالثة لنا هذا الفصل. أنا وصلت رسالة اليوم من العماد، أعتذر عن وجود خلل وأن البعض يواجه مشكلة في الدخول للبرنامج، لكن الحاضرين إن شاء الله فيهم الخير والبركة، ممكن البعض يعني شاهد تسجيل في وقت آخر. طبعا نسيت أفتح الذي الخاص بالكتاب. الصوت واضح عندكم؟ جالسة توصلني رسائل الآن في الرسائل على الخاص، يعني بعض يواجه مشكلة في الدخول، يدخل يعني يخرج، وهي تعتبر مشكلة تقنية ما للأمانة ما لي دور فيها. أنا نفس المشكلة اللي تواجهونها واجهتها في الدخول اليوم. راح نبدأ درسنا اليوم، نتكلم عن تعتبر استمرار المحاضرة الماضية، يعني الإدارة الفعالة للوقت. لو بسأل اليوم نتكلم انه كنسلت محاضرة العصر شو المشكلة؟ راح تعوضون عن المحاضرات اللي ما حضرتوها اليوم. اذا بنتكلم عن مهارة ادارة الوقت اليوم، لو سألت فاطمة ولا سوسن ولا رزنة ولا ناصر، وش هدفك في شهادة البكالوريوس؟ لو وجه لك السؤال هذا بعد تخرجك من الثانوي، والله انا بدخل الجامعه وبحصل على شهاده بكالوريوس، هل يعتبر هذا هدف واضح ولا لا؟ سؤال للجميع. اللي يقول انه بدخل الجامعه واحصل على البكالوريوس يقول هدف واضح، لا غير صحيح، هذا ما يعتبر هدف واضح. متى يكون هدف واضح؟ طبعا اذا نقارن متى يكون هدف واضح؟ انت اذا تتكلم عن كليه، انت قلت والله بدخل كليه الاقتصاد العلوم الاداريه، بدخل جامعه الامام بين الجامعات، بديت يعني تحصر يعني خياراتك، اذا بديت تحددها فعلا. اذا قلت والله بدخل الجامعه الفلانيه، الكليه الفلانيه، التخصص الفلاني، كذا يعتبر انه الهدف واضح. طيب حصولك على الشهاده، انا جيت سالتك بعد الثانوي مثلا، عندك كان وقتها 18 و19، راح تحصل البكالوريوس؟ تقول لي نعم. متى؟ تقول ما ادري، يعني ما يعتبر هدف واضح. لا قلت والله بوصل عمري 22، بوصل عمري 24، بوصل عمري كذا ويكون معي المؤهل الفلاني، المؤهل الفلاني، ما يوصل عمري 35 وما يوصل عمري 40 لما معي مؤهلين. يعتبر الهدف يعني لما تتكلم او تبدا تشرحه يعتبر هدف واضح. لو تكلم اليوم يعني واحد منكم الاخوان المتزوجين او الاخوات المتزوجات، تكلم زوجته قال والله بنسافر الاجازه الجايه، هدف واضح؟ ما في هدف. طيب وين بنسافر؟ ما حددت المدينه، الدوله، هل تحتاج والله، هل المكان اللي بنسافر له يحتاج الاستعداد مبكر ولا لا؟ نحتاج نحصل على فيزا ولا لا؟ الترتيبات، الوقت، كلها عوامل نحتاجها مؤثره. لذلك نتكلم انه عن يعني اساس الوقت واساس العمل هو ادارته. يتكلم والله انا بشتغل، والله انا باذن الله بصبح، والله يتكلم انه ابحث عن المؤهل الفلاني. المؤهل الفلاني المفروض يرتبط في زمن معين حتى يعني تسهل انت تقيم نفسك، هل انا ناجح او غير ناجح، هل عملي صحيح ولا في طريق سليم ولا لا. ويطمح، لا لا ما وصلنا عند السؤال ضياع الوقت، احنا الان نتكلم عن مهارة إدارة الوقت، بنبدأ الآن. مهارة إدارة الوقت ممكن أسألك في الاختبار، راح وأنا من المهم دائما أؤكد لكم أنه حضور المراجعة المحاضرتين الأخيرة مهم جدا. مهارة إدارة، أول مهارة تعتبر مهارة إدارة الوقت، مهارة تحديد الهدف. عندما يعني يصبح الهدف واضح وواقعي ويمكن قياسه في زمن معلوم او ربطه في زمن قياسي معلوم،
ويكون مكتوب، هذا يعتبر هدف واضح. إذا كنت والله قلت يعني قبل شوي لما ضربنا مثالنا، بدخل الجامعة بحصل على مؤهل، لكن ما ربطت أنت لا بكلية، لا ربطت أنت لا بتخصص، لا ربطت أنت لا معدل، كلها تعتبر خيارات، أو كلها تعتبر أنه عوامل تأثر على وضوح الهدف عندك. اللي جالسين يرسلون الخاص للأمانة، ترى ما أقدر أرد عليكم الآن، يعني في محاضرة الآن جالسين يردون، اللي يرسلون على الخاص. المهارة الثانية مهارة التخطيط. الفرق بين حمود، بين سوسن، بين هنوف، بين أحمد، بين رنا، بين إيمان، إنه يختلف من شخص إلى آخر. أتكلم إنه عنده التخطيط، عنده القدرة على التخطيط. والله أنا بسافر وين، والله عندي خطة إنه بعد رمضان بسافر المكان الفلاني اللي بجلس فيه مدة كم يوم، كذا كذا كذا. يعني إحنا تعودنا للأمانة إنه لو تسأل أي شخص منا تقول وين بتسافر، يقول بسافر إن شاء الله. وين؟ أوروبا. وين بالضبط؟ ما بعد حددت. ممكن يسافر يوصل هناك لأوروبا، لو تسأله وش السكن، والله بحجز لما اوصل، قبل ما اوصل، قبل ما اطير بيوم بحجز. الخيارات كذا 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 اثرها، اي نعم تعودنا هذه تعتبر عشوائيه. اثرها نتكلم على الاثر المادي لها، يعتبر فارق جدا. شخص لما يحجز من الان عنده خطه انه بيسافر في اجازه عيد الاضحى، اجازه عيد الاضحى نتكلم بعد 6 شهور من الان، غير لما يحجز ذهاب شهر والله ذو القعده. نتكلم كتكلفة مادية لما يبدأ يخطط لها. الآن قدامه 6 شهور. إذا نتكلم إنه بيحصل على فيزا، بيقدم على دولة يحصل على فيزا، خلص أموره هذه. نتكلم الأشياء البسيطة، بحث عن الأماكن، اختار يعني يعني يبحث عن تكون أو تكون أمامه خيارات كثيرة. لما يعني يكون الموضوع فزعه، او موضوع انه الموضوع يلا خلاص بنسافر ان شاء الله ورضاوي يلا مشينا، لكن او غير منظم، نتكلم عشوائي. وللاسف انه العشوائيه يعني اصبحت كانها يعني جزء اساسي من حياتنا. نتفنن يوميا في ضاعه الوقت، نتفنن يوميا يعني في اهدار الفرص اللي يعني تصل لنا، بسبب انه يعني والعشوائية. ترى مو فقط أنا أتكلم عنا كأشخاص، حتى الجهات الحكومية عندنا، في بعض الجهات الحكومية فيها عشوائية. أنت لما تروح للشارع شوف اليوم في حفريات، هذه حفريات تلقى لوح مكتب الكهرباء وتخلصون بعد الشهر، شركة الكهرباء تجي بعدها بشهرين تحصل حفريات شركة الاتصالات، تخلص شركة الاتصالات تجي حفريات بعدها الصرف الصحي وغيرها. يعني يتكلم إنه هذا يعتبر عشوائي، اثر علي انا وانت، نتكلم كشارع انه سبب الزحمه هذه وسبب كذا، بيترتب عليها من تاخير وغيره، بتاثر انا اللي بتاثر انا وانت. سنوات كثيره وفترات كثير كان عندنا انه للامانه التخطيط يعني يرتبط بشخص. جاء احمد اليوم مسك الوزاره، ممكن احمد والله يعني اللي نتكلم انه احمد واحد فاهم، او احمد واحد غير فاهم، نتكلم انه قادر وزارة بتخطيط معين أو فكر معين، يذهب أحمد يأتي شخص آخر، يعني نعود من نقطة البداية، يعني من نقطة الصفر. غازي قصيبي الله يرحمه تكلم أنه والآن توفيق الربيع يعتبر من الشخصيات الناجحة في القدرة على قيادة الوزارات، يعني أثر عملهم تستطيع أن تلاحظه. نتكلم غازي قصيبي في البدايات، أنه إذا نتكلم عن شركة كهرب، وحد أسعار الكهرب على مستوى السعودية، هو أول مساهم في هذا الشيء، أسس شركة واحدة. سابقا اللي ساكنين في المنطقة الشمالية أسعار الكهرب عندهم غير اللي ساكنين في المنطقة الجنوبية، غير اللي ساكنين في المنطقة الوسطى. هذا يعتبر يعني أساس 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 عمل بسيط. نتكلم عن توفيق الربيع وأثر عمله في وزارة التجارة، والآن أثر عمله في وزارة الصحة، لما يتكلمون عن إنشاء ملف طبي موحد، إنه أحمد مطوع لما يروح مستشفى في الرياض يروح للمستشفى في نجران أو في القصيم، يوجد الملف هذا، إن الدكتور يطلع على آخر فحوصات، آخر بيانات، ما يحتاج والله يسوون من جديد إشاعات، وما يحتاج يسوون والله من جديد تحاليل وغيرها. يعني أثرها فعلياً كمادياً على الوزارات، يعني المكاسب اللي راح تتحقق كبيرة.
ممكن احمد يتطوع اليوم يروح المستشفى الحكومي يعطونه علاج قيمته 2000 او 3000 ريال، ويروح الفرع ثاني مستشفى ثاني حكومي يعطون نفس العلاج. يعني هذه مشكلة لما يجيك يعني يتكلم انه ومن المتضرر في النهاية؟ احمد اتكلم انه انا كانسان او انا كمريض او انا كمراجع او انا كمواطن. من اهم الكتب اذا بتتخرجون انتم في ادارة الاعمال، من اهم الكتب المفترض تقرونها، خلوا الكتب اللي جاتني او تاخذونها ومذكرات، من اهم الكتب المفترض انه ما يتخرج طالب منكم الا عند يعني مطلع على هذا الكتاب، حياة في الإدارة. المهارة الثالثة اللي مهارة تسجيل وتحليل الوقت. الصوت واضح ولا راح برضه عندكم؟ مهارة تسجيل الوقت وتحليل الوقت، أنا ليش أحتاج أن أسجل وأحلل الوقت؟ أنا إذا كنت كمدير وعندي 10 موظفين أحتاج أن والله أسجل الحضور والانصراف، أشوف والله أثر أحمد أنه حضوره مبكر وانصرافه في وقت يعني في أثناء وقت العمل أو في أثناء وقت الانصراف، أنه هل كان متأخر في الحضور، هل ترتب عليه تأخير في المعاملات وغيرها، أنه هذا الأثر اللي تكلم أنه يقاس عليه. طبعا احنا للاسف تعودنا انه ما نرغب بنظام البصمه لانه ما نحترم الوقت. واسمع يعني وتشاهدونها انتم انه لما تدخل بصمه في اي وزاره وتدخل بصمه في اي مجال يعني تشاهد الحرب عليها كانها والله التقنيه هذه او الحاجه هذه راح تدمر حياتنا، بينما هي المفترض تحفظ يعني تحفظ الحق للطرفين. الطرف الثاني جالس يعطيك مبلغ وجالس يعطيك يدفع لك راتب مقابل الخدمة اللي بتقدمها أنت، خدمة مربوطة في زمن. أحتاج أن أحلل هذا والله كم أحمد يستطيع أن ينتج لي أو يعني يخلصني معاملة بينما صالح أو ذا والله جالس يخلص معاملتين بينما أحمد يخلص العشر، معناته في فرق تمام معاملات. صالح المفترض نهاية السنة ما يحصل على علاوة، المفترض أنه عنده صالح مشكلة يا أما أطوره ولا أستبعده أبحث عن بديل. ما هي جمعية خيرية أنا أتكلم إنه، وهذا الآن بدأت يعني توجه الحكومة إنه اليوم حتى قررت وزارة الخدمة المدنية النظام الجديد. سابقا اللي هو إنه التقديم على الخدمة المدنية وتوجه للوزارة وغيرها، الآن لا، في بعض الوزارات يعني تعي هي الخيارات الجيدة لها، تعي احتياجاتها فعليا. مثلا بالنسبة لي أحتاج فلان وفلان وفلان أو أصحاب الكفاءات المعينة كذا، هذا اللي المفترض يكون موجودين عندي. طبعا يعني النظام أو أي نظام جديد لابد أن يكون فيه خلل، ومتوقع أنه يحدث فيه نسبة خلل أو نسبة أخطاء بسيطة في تطبيق في البدايات، لكن أثره المستقبلي يتوقعون أنه أنا وأنت المستفيدين منه، خاصة أنا تتكلم طلاب التعليم عن بعد، كلام كوظائف غيره خلق فرص وظيفية لكم. ليش سابقا والله الخدمة المدنية تحصركم، تقولون والله ما تستطيع تقدم على وزارة التعليم أو ما تستطيع تقدم على الجامعات أو ما تستطيع تقدم على الوزارات بسبب أنك خريج انتساب، بينما النظام الجديد اللي يحدد هذا الاحتياج أو يحدد المواصفات الجهات الحكومية نفسها الثانية. تجي وزارة العمل تقول يا أخي أنا ما أحتاج واحد والله خريج انتساب وانتظام، محتاج واحد مع المؤهل الفلاني وإذا اجتاز الاختبار بإمكانه الحصول عليها. دكتور معليش تحكي لنا ملخص ايش؟ ملخص وش؟ مو هم الاعتراف بالشهادة قدر الاعتراف بالمهارة، إذا عندك مهارة الكل يعترف فيك. الشهادة مجرد ورقة ما تربط مصيرك، يربط مصيرك مهارات اللي لديك بس. أنواع سجلات الوقت، وهذه راح أسأل عنها في الاختبار، ما راح أقول لك عرفها، يعني راح أقول لك والله السجل اليومي الوقت هذا، أو أقول لك يوضح هذا السجل ساعات العمل في اليوم والأنشطة التي تتم من خلالها وبداية ونهاية كل نشاط ومستوى أهميته. هذا يعتبر سجل يومي الوقت ولا سجل تحليل الوقت ولا سجل الأوقات الخاصة؟ المفترض أنه يعني
لما تقراها بتركيز تستطيع ان تفرق بين السجل اليومي للوقت ودوره. ملخص تكلم بعدين بعد نهاية الحلقة. سجل تحليل الوقت وتقليله وش ممكن يفيدني فيه، معرفة أكثر الأوقات الإنتاجية. كيف أتكلم لأنه والله لما تكلم الوزير السابق وزير الخدمة المدنية تكلم من خالد العراق أنه إنتاجية المواطن السعودي أنه في الجهات الحكومية ساعة. الكل انزعج، لكن فعليا ترى أنه إنتاجيتنا الفعلية لو تحسب ساعات العمل ممكن 8 ساعات نداوم، لكن لو تحسبها فعليا ممكن ساعة. قليل جدا اللي يعني يعمل ال8 ساعات بشكل حقيقي أو بشكل متواصل. من عند يعني تقدر نتكلم كم موظفين حكوميين عندهم والله بيطلع يروح يجيب عياله، بيطلع بيودي عياله بالبداية، بيجي متأخر، بيروح يجيب عياله، بيروح يفطر، بعد الفطور تجي وقت الصلاة، أساس بيجي قهوة. يعني إنه متى وقت العمل ما أدري والله للأمانة، يعني إنه أثرها للأمانة يعني مو أثر كبير. لكن إذا نتكلم إذا في جهات حكومية، أو الآن بدأ يعني بدأت الجهات الحكومية تبحث عن خاصة القطاعات البلديات وغيرها، ويتكلمون عن وزارة الصحة وغيرها يتكلمون عن خاصة هذه القطاعات. القطاع الخاص يبحث عن من ينتج، ما يبحث والله انه انا اعينك واصرف عليك كانه ضمان اجتماعي، لا، ابحث عن الانتاجيه. سجل الاوقات الخاصه مثل هذا، انا يكون عندي دفتر وش الانشطه اللي ممكن اسويها، وش المهام، وش الساعات الفراغ اللي ممكن امارس فيه هواياتي وغيره. المهاره الرابعه تعتبر من اهم المهارات، التفويض. احمد احنا تعودنا، اتكلم كمجتمع سعودي، انه احمد كزوج هو المفترض انه يخلص جميع ارغب البيت، احمد كزوج هو المفترض انه يقوم جميع المهام، اتكلم انه مهام العمل ويصرف على البيت واشياء كثيره. بينما الوضع الحالي نتكلم كوضع اجتماعي تغير، جالسين نعيش الوقت انا وانت الان غير اللي كان يعيشه ابوي وابوك جدي وجدك. يعني وقت يعني يعتبر فيه تكامل بين الزوج وزوجته، بين اتكلم انه يعني انه اصبحت فعليا الحياه لما يتكلموا عن شراكه حياه، هذه الان شراكه حياه. انا ممكن والله تتكلم تقول زوجتي والله ممكن توصل للعيال اذا انا والله عندي دوام، ممكن والله تتكلم انه احتياجات المنزل خلاص انا ما احتاج انه ترتبطون، احمد موجود تكون احتياجات موجوده او اغراض البيت موجود، احمد مو موجود معناته أغراض البيت ما تكون موجودة، لا، المفترض أن يكون فيه تفويض. ذلك من جرب حياة الابتعاث في الخارج غالبا السعوديين كعوائل ويرجع من جديد للسعودية، يعني كان تجيهم صدمة يعني شوي، يعني ما يتأقلمون كزوج وزوج، متعود على مثلا 5 سنوات في الخارج انه دوره كذا كذا، والزوجة يعني بحكم انه سبل الحياة ومواصلات العامة وغيرها انه موفرة. بينما عندنا في السعوديه لسه ما تعتبر ان المواصلات العامه موفره الى الان، تتكلم كبنيه تحتيه، احنا نتكلم كدوله حديثه، بنيه تحتيه لسه جالسه تجهز، نتكلم قطارات وغيرها، اذا بعتمد على الطرف الثاني، لذلك هذا اللي يعتبر انه كان عائق بشكل كبير، الان جالسه تسهل الامور. التفويض برضه انه هل معناته انه انا كمدير لما افوض المرؤوس اللي تحتي انه اختار اي شخص عشوائي؟ لا طبعا، المفترض انه اختيارك للشخص هذا لا يعني بناء على اهميه العمل، انت يعني ما انت مكلف لاي شخص بشكل عشوائي. وبرضه انه بالنهايه اللي يتحمل القرار هذا ويتحمل مسؤوليه القرار الخاطئ انت بالنهايه. لو جيت انت هذا مصروف البيت لزوجتك 10,000 ريال، هذا مصروف الشهر، وكانت والله الطرف الثاني الزوج او الزوجه تكلم انه شخص غير مسؤول، راح شريت له شنطه ماركه، ولا هذا الشباب راح اشترى له جوال ماركه، جوال جديد. من يتاثر؟ من بيتحمل هذا الشيء؟ اي راح المصروف، من اللي بيتحمل اثره؟ الاهل، اتكلم الموجودين في البيت.
طبعا مو شرط انه يكون هو كزوج وزوجه او رب الاسره انه هم الموجودين، ممكن عندهم 5 جيران اللي تاثر الاسره بشكل كامل. لذلك انا بالنسبه لي اذا كنت اتكلم كمدير في المنظمه وافوض عملي لشخص مو كفو، يصدر منه قرار او يصدر منه عمل غير جيد، بالنهايه انا اللي بتحمله كمدير. اكيد لذلك التفويض يعتمد على اختيار الشخص السليم، مو اي شخص بتفوض عنه. من فوائد التفويض انه سرعه انجاز العمل، تفرغ المدير. انا الوزير لو قال والله الوزير يوميا انا اللي بقوم جولات تفتيشيه على جميع المستشفيات، مستحيل يعني منطقيا مستحيل يمر على جميع المستشفيات على مستوى السعوديه جميع المراكز، ما يقدر والله بيحضرهم جميعا. هل من المنطقي وزير التعليم انه يوميا يحضر جميع المدارس السعوديه يشوف من يحضر من ينصرف؟ لا، لازم في تفويض من العمل هذا، في مدير في المدرسه دورك كذا، في جزء من الصلاحيات تفوض للاخرين ويحاسب على هذه الصلاحيات. طبعا شروط نجاح التفويض انه اختيار المهام يتفوض لها، متابعه التفويض، اختيار الافراد، وكسب انه من ميزاتها تكسب تأييد المرؤوس. الطرف الثاني لما تشعر انه والله العمل هذا انه انا وانت انه ما يعني ما في مركزيه، او انا وانت انه قرارنا واحد، راح يكون في ثقه اكبر. الزوج والله او الزوجه لما تشعر انه والله زوجها انه يثق في خياراتها ويثق في قراراتها الشرائيه وغيرها، يعني بيكون فيه نوع من الراحه النفسيه بشكل اكبر. المهاره الخامسه مهاره وضع الاولويات في استخدام الوقت. هل من المعقول انا كشركه بقدم على مناقصه، بقدم العمل او انا كمدير بقدم عمل او مشروع ربحه 1000 ريال على ربح 1,000,000 ريال مشروع ثاني؟ هل من المنطقي انت بتقول والله بضحي في الدراسه، الان انت على المستوى الثامن تقول والله بضحي بدراستي جتني وظيفه ثانيه الان، ما ادري ممكن ما يعني ممكن اني استمر فيها، ممكن كذا، في خيارات. تقول والله انت لو تحسب كمبلغ دفعته في يعني خلال ال4 سنوات الماضية، يعني هل المبلغ هذا اللي دفعته أنت مجدي بشكل كبير، ولا تقول والله لو استثمرت المبالغ هذه دخلت فيها مشروع كذا كذا، تستطيع أنك تقيس أثرها بعدين مو الآن. ما يهمني هذا السلايد. سابعا، نماذج لإدارة الوقت. طبعا أنا بالنسبة لي كمسؤول إدارة الوقت، طبعا أنا بالنسبة لي المفترض عندي كمدير أو المفترض أنا عندي كمنظمة، المفترض أنا عندي في البيت عندي جدول إنه في أعمال أستطيع أن أصنف أنا فيها أعمال مفيدة وممتعة، في أعمال عندي بالنسبة لي مفيد غير ممتع، في شيء غير مفيد وممتع، في أشياء إنه غير مفيدة وغير ممتعة. أنا بالنسبة لي لما مارس والله عمل الرياضة أو أتكلم إنه يكون عندي برنامج رياضي أو لياقي معين، هذا يعتبر مفيد وممتع نفس الوقت. ممكن شخص منكم يقول لا يا أخي هو مفيد لكن غير ممتع بالنسبة لي، تفرق من شخص إلى آخر. لكن لو أتكلم إنه اللي يلعبون أتكلم ألعاب تقنية في برنامج الجوال أو يلعب أتكلم بلاي ستيشن أو غيرها، شخص يلعب شيء أتكلم إنه غير مفيد لكن ممتع، لكن أتكلم إنه هل من المنطقي أقدم مباراة أو مشاهدة مباراة على شيء والله مفيد وممتع، والله مثلا قراءة كتاب أو متابعة برنامج أو كذا كذا؟ إنه بالنسبة لي تقول والله المفترض إنه متابعة برنامج متعلق في تخصصي أو إنه أقرأ كتاب متعلق أتكلم إنه حياة في الإدارة، للمعلومية أو أتكلم إنه الموجودين الآن 62 حياة في الإدارة توجد منه نسخة صوتية، لذلك إذا أنت ماسك الدائرة يوميا أو أنت تمسكين الجوال أكثر من ساعة يوميا، ولا عندك او ما عندك القابليه انك او ما عندك الحب للقراءه والشغف، لا تستطيع انك تسمع صوتيا، نبحث عنه في اليوتيوب. لكن حتى الكتب الصوتيه جالسه تعالج لك مشكله، ليش تسمع لي في الدائري صباح الخير وما ادري وش ابي اغنيه ما ادري ايش نتكلم منه. فعلا والله يتكلم انه الوقت هذا اللي جالس تقضيه في الدائري او جالس تقضيه في المشوار، لو تسمع لك برنامج مفيد صدقني والله تمر في الشهر تنهي لك 3 كتب 4 كتب، 3 كتب 4 كتب اثرها عليك فكريا او اثرها على المحصله العلميه عندك ترى كبير. انا عارف انه يعني احنا نتكلم عن اشياء دي انه
يعني نستسهل فيها، لكن والله العظيم انه اثرها على التغذيه المعرفيه اللي موجوده عندك. انا وانتم الجميع الموجودين عنده واتساب، تصلني الرسائل احيانا، اذا ما ارسلتها هذه العشر اشخاص تراك بتموت بعد دقيقه، صح ولا لا؟ انت تقول اللي مرسلها هذا متخلف، يعني ما تلومه، او مرسلها شخص يعني ما عنده المعرفه، او المفترض انه، او ما عنده، اتكلم انه منطقيا، او ما يعني تقول والله هذا الشخص هذا يعني غير سطحي، او تكلم انه شخص صراحه، تقول والله مستوى تعليم منخفض. ممكن اغلب الاشاعات تنتشر عندنا، نقرب الامهات وغيره، لكن تكلم انه بحكم انه ما تعلم، وين اللام عادي. لكن المفترض انه انا وانت التعليم يفرقني، انا اعرف وش الصح وش الخطا. حياة في الإدارة دكتور غازي القصيدي، ما يحتاج حتى يقرأ الآن، لأنه أصبح يعني التقنية يسرت لك. اسمع يعني اسمع، الجميع، أنا أتكلم اللي موجودين، أنا متأكد أنه سافرنا في رحلات سواء دولية أو رحلات، أنه ساعات انتظار في في المطار، او في محطات القطار، او في محطات الباصات وغيرها، جالس يصور سناب، او جالس يقرا المحادثات واتساب او غيرها، انه ما في شخص منا يعني انه قليل او نادر تلقى معه كتاب وجالس يقرا كتاب. نادر هذه عندنا، لان الثقافه يعني ما تعودنا عليها. ابوي وابوك كان شخص، امي ما تعلم ولا يعني نشا على حب القراءه او حب الكتاب او حب انه الاطلاع. كنا نعتقد أن التعليم أو القراءة فقط مرتبطة في الدراسة، بينما غير صحيح. المحصلة العلمية يعني يتكلم أنه لا يخلي أنه الشو أنه قالوا يتفلسف ما يتفلسف، لكن يتكلم أنه لو بجيب شخصين، بقول لك أمثلة، أضرب لك شخصين، يعني تستطيع أن تجلس تشاهد حلقته أو تجلس تشاهد برنامجه، تقول والله هذا الشخص ما يمل، حكم أنه عنده اطلاع واسع. لما تسأله عن التاريخ يتكلم لك، لما تسأل عن برنامج كذا يتكلم لك، تسأل عن الذكاء الإلكتروني مستقبلا بيتكلم لك، حكم انه جالس يقرأ يطلع. متابعاتكم حتى في تويتر، أبسط مثال، لما أتكلم متابعة تويتر ما أحتاج أتابع شو اسمه فريق أو الإعلامي المتابع للهلال، أو إعلامي متابع النصر، أو كذا كذا، أو كاظم الساهر أو غيره، أنه أتكلم انه المفترض حتى متابعات في تويتر تحصل لك على يوميا معلومه ومعلومتين. حتى برنامج تويتر انا مفترض انه يغذيك، يعني البرنامج اللي جالس تقضيه انت او البرامج الالكترونيه دي المفترض انها جالسه تغذي المعرفه عندك. ترى المعرفه بالنهايه المحصله الموجوده، معرفه علميه عندي وعندك، بيكون اثرها على ابنائنا وعلى تربيه الابنائنا وعلى مستوى تحصيل ابناء علميا وغيرها. النصوص الثانية لإدارة الأولويات، فهذه أسأل عنها في الاختبار، أنا اللي قبل شوي ترى ما أسأل عنها. إدارة الأولويات، أنا إذا كان عندي عمل هام وعاجل المفترض يكون في الخانة الأولى دائما. عندي عمل والله مهم وغير عاجل المفترض أنه أصنفها مثلا أعمال، عندي أنا عندي والله بكرة اختبار، هل معقول بذاكر اختبار الخاص بمادة الأسبوع القادم وأترك اختبار الغد؟ منطقيا تقول لا يا أخي، المفترض أنك إذا أنت ما ذكرت الاختبار حق الغد يعني ابدأ فيه، هام معادل، هذا يعرضكم أنه أسوأ الحلول أنك تبدأ تذاكر فيها من الآن، ما تأجل. نفسها المعاملات اللي تحصل، يعني تكون في معاملات أو قضايا يومية، طريقة السؤال راح أجيب يعني في محاضرة 11 12، ما راح أضبط لك السؤال الآن. إنه طريقة السؤال ممكن أقول لك إنه في خانة رقم واحد المفترض إنه يكون العمل اللي هو ذو الأهمية الكبرى واللي يكون بشكل عاجل، هل هو صحيح ولا خطأ؟ ممكن أقول، لكن طريقتها لا، ماني متذكر الطريقة، اللي أقول لما نوصل المحاضرة 11 12 أكون وصلت انتهيت من الأسئلة. نفس الحال لما تتكلم انه مهم وغير عاجل، عاجل وغير هام، يعني لما تتكلم انه ترتيبك للاولويات نفس الحياه، يعني تتكلم انه
هل من المنطقي شخص الآن يعني عنده زواج بعد شهر من الآن بيقدم أمور والله بيقول بخطط لشهر العسل، هم بعد انتهى من موضوع الشقة أو تأثيث الشقة أو تأثيث بيت العمر؟ المفترض انه اي نعم تستطيع، في اولويات انت بالنسبه لك والله. هل يعني تسجيلي لابني في اكاديميه معينه يعتبر مهم ويشكل بشكل او يعتبر مهم ودرجه عاليه من الاهميه، ويعتبر انه واثر او المفترض ان يكون بشكل عاجل، او اني والله اشتري لي سياره، او اني اراضي ام عيالي بشنطه ماركه او غيرها. المفترض انه حتى ترتيب الاولوياتنا تكون على هذا الشيء. بس انا اتكلم انه الموجودين احنا نقرا ونشاهد ونسمع، لكن ما نطبق. اخر شيء نطبق. الجميع الان انا متاكد انكم عندكم ايمان تام انه اللغه الانجليزيه مهمه، والمفترض اني اشتغل عليها بشكل عاجل. لكن لو بسألكم من اللي يعني جالس يشتغل عليها، من 62 أو 61 متواجد ممكن يطلع لي شخص واحد، بينما هي مهارة عاجلة المفترض أنها تكون موجودة عندك. تخرج أنت بعد شهرين من الآن باللغة العربية أو ما عندك إلا لغة واحدة، هل معقول أنك تتنافس شخص معه مؤهلين أو معه مهارتين؟ لا. أنا بالنسبة لي كشركة يعني لما يعني يحضر لي موظف عنده مهارتين يتكلم لغتين ويجيد حاسب آلي، غير لما يجيني والله موظف معدله عالي لكن ما عنده لا لغة ولا عنده مهارة حاسب آلي. أنا بالنهاية كشركة يعني بستثمر فيك، بدفع فيك الراتب، المفترض يكون أثر هذا الراتب على نهاية السنة عندي. أنا عندي أرباح وخسائر. طبعا يقول لك انه خانه رقم واحد هي خانه الطوارئ، انه المفترض انه تاديها بنفسك، ما المفترض انه يكون فيها تفويض او تاجيل او تخلي شخص ثاني. الخانه الثانيه المفترض انه تخطيط وانعدام الازمات، انه المفترض يكون عندي استطيع انه بحكم انها هام لكن غير عاجل، استطيع انه يكون عندي اريحيه او وقت او مسافه زمنيه يعني ابحث عن خيار افضل. لو جيت قلت لكم والله عندك خيار انه بتكفل لك في دوره خارجيه خارج السعوديه في اللغه الانجليزيه مده شهرين، ابحث انت عن دوله والموعد بعد بينه وبينكم اجتماع 6 شهور قدامك، انت بتبحث تقول والله ممكن اروح امريكا، ممكن كندا، ممكن استراليا، ممكن بريطانيا، ممكن نيوزيلندا، بتبحث عن خيارات كثيره. غير لما يقول لك والله يعني طبعا لما تبحث انت عن الخيارات هذه تبحث والله تشوف اثر المعيشه، نوعية السكان، طبيعتهم، يعني بتكون تبحث عن البيئة المناسبة لك حتى تتكيف فيها. غير لما تقول لك والله الأسبوع الجاي بتكفل بدورة، يلا الأسبوع الجاي راح لك أقرب دولة. والله ممكن الدولة اللي ما أمريكا تحتاج الفيزا، ما عندي وقت، إلا كندا نفس الحال، بريطانيا، ممكن أروح ماليزيا، يعني يكون خيارك. يعني ما كان عندك خيار الوقت اللي يعني تستطيع أن تخطط فيه. الخانة الثالثة اللي هو اجتماع غير ضروري، تكون زيارات، المكالمات غير هاتفية، مكالمة تكلم الهاتفية وغير اجتماعات في العمل اللي تحدث. الخانة الرابعة اللي هو شخص يعني انه يعتبر ايملس يسمونه في الانجليزي، يعني شخص بلا هدف. يعني اذا كنت في اغلب اعمالك انه غير عاجل وغير هام، يعني المفترض انه العمل هذا انت ما تقوم فيه اذا كان غير عاجل وغير هام. المفترض انه يعتبر من الاعمال الملغيه، لكن احنا احيانا الاعمال الغير عاجله وغير هامه تكون ذات اولويه. يكلمك صديق او تكلم صديقتك انه نطلع للمكان الفلاني، او تقدم احيانا على التزاماتك الاسريه او التزاماتك الخاصه بالعمل. هذه مشكله عندنا. لما نتكلم عن نصائح سريعه في استغلال الوقت، انا لو يعني اتكلم انا بالنسبه لي تراجر هذه يقول وش النصائح، يعني نصائح المفترض انه ولا راح اعتقد اني اسالك الاختيار انه وش النصائح المناسبه.
النصائح تتكلم انا وانت، انه المفترض انه فيه نوع من المبادره اسعى لتغيير نفسي. الاسبوع الماضي مو المفترض يكون نفس الاسبوع هذا، مو المفترض برضه الاسبوع القادم يكون نفس الاسبوع هذا. المفترض انه يكون عندي شيء جالس يتغير، شيء انه قامت اللي يستمع لهم اذا المرات، واتكلم انه اف ام وغيرها، بانوراما وغيرها، اتكلم انه 97 يتكلمون في اللغه الانجليزيه، يقدمون برامج مفيده في اللغه الانجليزيه. تعود نفسك على الاستماع، بكتسب مهاره الاستماع في اللغه الانجليزيه. بتطور يو... او بطور بكتسب يوميا مهاره. وش النقطه الاخيره؟ النصائح السريعه وليش؟ الاخت فاطمه وش هذا الفراش؟ انا اتكلم ماني، انا اتكلم انه هذه السلايد ما 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 حذفتها، لكن اتكلم انه جزء من المنهج، ما اقدر اضيف شيء في المنهج ترى. لكن اذهب لفراش مبكرا، انه يتكلم انه انه عندنا جزء من حياتنا، وتعودنا انه السهر، يسهر ابو فلان وتسهر ام فلان، يعني انه لكن سهران على ايش؟ هل هو جالس يعمل سهران؟ لا، جالس على فيلم او تلفزيون او شيء، ما في شيء مفيد، ما في شيء يعني انه فعليا انه تقول والله السهر وهذا سهر اليوم ساعتين ممكن يزيد راتبه، او سهر انه ساعتين جالس يستثمر، لو صار ساعتين جالس يقرا عن استثمار لحاجه معينه. لا، فقط انه سهران الرجل، لانه تعود، انه ثقافات، انه عادي، انه من المتاخر عادي، من المتاخر ما عندك مشكله. انه تعودنا انه انا وانت ما في احترام الوقت. اللي سافروا منكم للخارج، لما تروح لاوروبا وامريكا وغيرها، الساعه 5 تسكر المحلات. وش مكان سوق يسكر؟ احنا الساعه 12 بالليل راح لي سوق توقفات في العالم. مشكله هذه. يعني ما عندنا احترام الوقت عادي. وش الوقت بالنسبه لنا؟ واطلع من ياكل بمرك او بمرك اللي خلينا نروح القهوه ده، انه يعني انه انه القهوه عندنا 5 شيء، لا مو 5 شيء، لكن اتكلم انه مشكله هذه للامانه، انه في ترتيب الاولويات. روح السوبر ماركت ساعتين، او السوبر ماركت تفتح 24 ساعه في الليل. ناظر الاسره السعوديه، ناظر الاسره السعوديه اللي جالسه يعني تخلص مشاويرهم او تخلص اغراضهم في هذا الوقت المتاخر. يعني هل هم جاي، انا بتكلم انه لو كان طبيب او طبيبه اللي جاي في الوقت المتاخر، يعني انا بتقبل، لكن اللي جاي لا، مو طبيب او طبيبه، جزء روتين من ثقافتنا. اعتقد انه محاضرة اليوم يعني بسيطة جدا، يعني فعليا نتكلم انه، والمادة ترى المادة العلمية والله بسيطة، يعني ممكن عندنا فصلين هي اللي اقول لك والله فيها شوي تحتاج انه تركيز، نتكلم عن الهندرة او نتكلم عن الاتصال. لكن اللي ارغب انه والله لما يجي الاسبوع القادم تقول والله ايمان خلصت كتاب كذا، خلصت ايمان ما راح تقراه، ممكن تسمعه. هات في الإدارة أعتقد مدة 3 ساعات أو شيء، إنه لما تشغل في اليوتيوب أنت كم ساعة تقضيها في خلال الأسبوع هذا في السيارة؟ خلوا أتكلم إنه جزء، يعني أتكلم إنه نص ساعة يومية فقط استماع للبرامج هذه المفيدة، وتعال حاسبني بعد سنة كم كتاب انتهيت منه. والمادة فعلا هي من الواقع، تتكلم عن الواقع. ايه خلصنا يا رزنا، ايش الملخصات؟ ما عندي ملخصات. انا اتكلم انه ولا يستطيع ان يجي دكتور يقول لك هذا ملخص معتمد، ما استطيع. انه انظمة الخاصة بعمل التعليم عن بعد تمنع انه يقدم ملخص. كنت شيء انا معي نوف الانجليزي نفس الشيء، فعلا انه كانت طالبة موجودة عندي الفصل الماضي، هي جروب كانوا من اللي يلخصون. نفس الشرح هي تكون، لكن تتكلم انه يمكن تفريغ لكن ما لا ما استطيع ان اعتمد شيء. انا اللي جالسة تقدمه نوف تكتب فعليا، هي حضرت جميع المحاضرات وسجلت يعني الكلام اللي قلته انا، وغالبا نفس الموجود من عند نوف
ومحاضرة اليوم هو نفسه يتكلم باختبار، ما يجي ما راح أجيب شيء جديد أو شيء من خارج المنهج. وحنان الغامدي قروب أتذكر يعني. كانت في جروبات كثيرة اللي أنا ما أتذكر يعني أسهل عن بعد، وغير أنه أعتقد الفصل الماضي إنه كان عندي 4 أو 5 مجموعات تكون بالتلخيص لحن الغروب وغيرها، لكن ما أقدر أقول لك إنه أعتمد على شيء أو أقول لك إنه هذا هو المعتمد عند أحمد مطوع. هذا هو مجموعة من الدوافير اللي سخرهم الله لكم، يكون تلخيص المواد أو تلخيص المادة لكم أنتم. يعني العمل اللي سووه زملائكم السابقين اللي جالسين الآن يدعي له وغيره، ترى أثره تكلم إنه والله راح يشاهدونه بحياتهم، مو فقط إنه راح يشاهد، مو فقط بالآخرة، تكلم إنه أنا متأكد إنه اللي قدم شيء للآخرين دون بحث عن مكاسب مادية راح والله يحصل أثره في حياته. لا مو سبب انه مو دوفي، لكن اتكلم انه في مجموعات سابقا، انا قلت لك انه من اول اسبوع كانوا يعني يلخصون وكذا وكذا. فعلا لما يعني تشاهد الاخرين جالسين يعني العمل جالسين يعني الجروبات اللي يسوونه طالبات زميلاتكم وزملائكم، يعني عندهم التزامات اسريه، عندهم كذا كذا، لكن كان عندهم تنظيم وقت، عارفين والله متوزعين حتى العمل. احد عنده سؤال استفسار؟ ومحاضرتنا بكرة نفس الوقت إن شاء الله. في أمان الكريم جميعا، الله يحفظكم. ممكن تسجل لو 10 دقائق. هي 9:45 ممكن، يعني اللي 9:47 48 ممكن شوي يعني، لكن 10 دقائق يجيني تنبيه أنا من العمادة نفسها، نحن طبعا تأخر في الدخول اليوم. الله يكون بعونك والله. دكتور تذكرني بالترم الصيفي، اسمك مو غريب، أتذكر يعني الاسم مر علي أحسن. إن شاء الله إنكم حضرتوا يعني على درجة زينة، ما رسبت جاي تدرس المادة مرة ثانية. ذكرني بالتواصل بإذن من جدة عشان ما أحتاج إذن من جدة يا مهران. إذا انتهينا آخر محاضرة أرسل لي فقط، إنه أرسل لك الإيميل لك توصلك من جدة. استودعكم الله جميعا، الله يحفظكم. العفو لكم، شكرا لكم جميعا.